خديجة أول من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم. الصديقة خديجة بنت خويلد أصدق امرأة على وجه الأرض، أصدق امرأة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته امرأة كحبه لخديجة، من حبه لها لم يتزوج عليها حتى ماتت، من حبه لها ما حزن حزنا كحزني على وفاتها، حتى العام الذي ماتت فيه أطلق عليه عام الحزن لأنها ماتت فيه هي وعمه أبو طالب. لكن شتان بين الموتتين، هو مات وإلى النار وهي ماتت وإلى أعلى درجات الجنة. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية بنت مزاحم، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله أنا هالة. هالة صديقة خديجة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يهش لها ويبش ويبتسم، وأفرش لها رداءه وأجلسها عليه، وكانت تلك الليلة ليلة عائشة. وأخذ يتحدث معها دقيقة دقيقتين خمس دقائق طول. عائشة رضي الله عنها أرادت تعرف من هذه العجوز التي أنزلها رسول الله هذه المنزلة. قالت: يا رسول الله من هذه العجوز؟ فقال وهو يبتسم: يا عائش، هذه إحدى صويحبات خديجة، واحدة بس من صويحبات خديجة. فقد غارت وقالت: وهل كانت خديجة إلا عجوزا في الغابرين قد أبدلك الله خيرا منها؟ وتشير إلى نفسها أنها البكر الوحيدة التي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. وهذا الحديث دليل على فضل خديجة على عائشة. قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني إذ كذبني الناس، وآوتني إذ طردني الناس، وأعطتني إذ منعني الناس، ورزقني الله منها الولد. خديجة بشرت بالسلام من الله وهي حية، وببيت في الجنة وهي حية، وجاء جبريل عليه السلام فوقف ببابها وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، هذه خديجة قد أقبلت تحمل إناء به طعام، أقريها السلام من الله، قل لها إن الله يسلم عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا خديجة، إن الله يقرئك السلام. ما حصل هذا لأحد إلا لها. يا خديجة، إن الله يقرئك السلام. ماذا فعلت؟ وضعت الإناء الذي في يدها ورفعت كفيها إلى السماء وقالت: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، وإليك يعود السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. حفظها منها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقولها بعد الصلاة أول من نطق بها خديجة رضي الله عنها. صديقة ولا لا؟ صديقة. لكن الفرق بينها وبين عائشة أن عائشة صديقة بنت صديق، وهذه صديقة فقط. واضح؟ أول بنات النبي صلى الله عليه وسلم خروجا معه في الدعوة إلى الله، كان إذا خرج للمسجد خرجت معه فاطمة بعده، وكانت فاطمة تقف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولما وضع سل الجزور على ظهرها ماطته فاطمة، ولما وضع التراب على رأسه نفضته فاطمة وهي تبكي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت: أبكي على ما يصنع بك قومك. قال: إن الله عز وجل ناصر أباك على قومه. وفعلا نصر الله النبي وفتح له مكة فتحا مبينا، فدخلها عزيزا متواضعا رضي الله عنه وأرضاه. فاطمة الزهراء كمالها في دعوتها، وكمالها في تصديقها، وكمالها في كونها ما خالفت النبي صلى الله عليه وسلم قط في أي أمر أمر به. أوحى الله إليه بعد الهجرة في السنة الثانية منها
أن يزوج فاطمة من علي، وفاطمة وعلي كانا بمنزلة الأخوين، كلاهما تربى في بيت خديجة، فعلي يعلم من فاطمة من الصغر، وفاطمة تعلم من هو علي، ولا يملك علي من الدنيا وقت زواجه بفاطمة إلا سيف أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم له، يسمى ذو الفقار من سيوف داود عليه السلام، أو جلد شاة كان يصلي عليه. فلما جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج عليا بفاطمة، قال له يا علي إن الله أوحى إلي أن أزوجك فاطمة، فهل عندك ما تمهرها به؟ قال نعم، لا أملك إلا سيفي وهذا الذي يصلي عليه. قال أعطيها السيف واترك لك الفرش. فأخذ السيف وأعطي مهرا لفاطمة، هذا مهرها. وأما البيت الذي بيت العرس ليس فيه إلا جلد شاة، هذا الذي جاءت فاطمة ليلة عرسها إليه. وأما بيتها فكان عند بيت عائشة، بينها وبين حجرة عائشة نافذة يفتحها النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث الآخر من الليل ويقول لهما ألا تصليان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هم كانوا اثنين إخوان، أبوهم واحد وأمهم واحدة، وترك لهم والدهم ذروة كبيرة جدا طائلة، أحدهم مؤمن والثاني كافر. المؤمن أخذ ينفق في سبيل الله حتى لم يبق معه من ثروته شيء، وقد تعود الفقراء أن يعطيهم كل سنة، فافتقر ما أصبح عنده شيء، قال للفقراء امكثوا اجلسوا، أذهب إلى أخي أخذ منه أستلف منه وأعطيكم كالعادة. جلس الفقراء ينتظرونه، وذهب لأخيه من أجل أن يقترض منه أن يستلف منه، قال يا أخوي أنت الله أعطاك وأنا الحمد لله أعطاني مثل ما أعطاك، لكن اللي عندي انتهى، أنفقته قدمته للآخرة، أعطني سلفني وسأعيد لك. قالوا أنت أصلا ما أنت عاقل، أنت ما أنك ذكي، أنت وبدأ يهاجمه. قالوا أنا وأنت أصلا ما لنا سوا، أنا اليوم أكثر منك مالا، أنا اليوم أعز منك نفرا، لأن المال أعطيته للناس من أجل أن يكونوا حولي، أعطيته للناس من أجل أن يمدحوني، أعطيته للناس من أجل أن ينفعوني، أنت أعطيت للفقراء والمساكين اللي ما ينفعوك، يلا خليهم ينفعوك. أنا الآن عندي جنتين، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. طيب ليش دخل جنته وعنده جنتين؟ ما يقدر يدخل جنتين في وقت واحد، هو واحد دخل جنته الأولى وهو ظالم لنفسه. طبعا أخوه سكت عنه؟ لا، أخوه أراد أن يعطيه الدرس الحقيقي الذي يعطى لكل متكبر. أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ أنت إيش أصلا؟ أنت تراب، أنت أصلا خلقت من التراب، وستعود إلى التراب، وستخرج من التراب، أنت أصلا تحمل القذرة، أصلك يعني مني قذر، ثم تحمل العذرة في بطنك، ثم إذا مت جيفة قذرة، يعني ليش تكبر؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك. شوف يتكلم معه بقوة مع أنه فقير، الفقر لا يمنع كلمة الحق، بل الإنسان إذا كان في قلبه إيمان تحرك لسانه بقول الحق ولو كان فقيرا، إذا خلى قلبه من الإيمان سكت لسانه عن قول الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، اللي ما يقول الحق معناته قلبه ما في إيمان. طيب فلما قال هذا الكلام والآخر متكبر، صار هناك موقف قمة الفقر في الدنيا مع قمة الإيمان بالله، قمة الغنى في الدنيا مع قمة الكفر بالله، أي الرجلين أحسن؟ فقير مؤمن أو كافر غني؟ ايش تختار انت تكون اي الرجلين؟ كانت عندنا قصة اصحاب الكهف الايمان من غير مال، ويمثلهم هنا صاحب الجنتين،
لكن هنا عنده لسان، هنا المعادلة رجل ورجل، هناك فتية ومجتمع، لكن هنا تساوى الطرفان. عندما يكون المؤمنون عدد يساوي 10% من المجتمع انتصروا، 5% من المجتمع انتصروا. إن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، لكن قبل ذلك 100 يغلبوا 1000، لأن الحسنة بكم؟ ب10، والمؤمن الواحد ب10 من الكفار. وحجة المؤمن تدحض حجج الكفار كلها، قل جاء الحق ولو يحمله شخص واحد، وزهق الباطل ولو يحمله الملايين. واضح؟ أصبح الكافر يقلب كفيه على ما أنفق في جنته من وقت، على ما أنفق فيهما من مال، على ما أنفق فيهما من جهد، وهي خاوية على عروشها، انتهت. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون أكثر منك مالا وأعز نفرا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات، الصلوات، التسبيح، التهليل، التكبير، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، تلاوة القرآن، الحسنات، الباقيات الصالحات، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والمؤمن دائما ينتظر الساعة، ولهذا من أراد الزهد في الدنيا فعليه أن يتخيل الساعة في كل يوم. ولهذا قال تعالى إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، والمؤمن كل ما طلعت الشمس تذكر الآخرة، لأن الشمس علامة من علاماتها، إذا الشمس كورت. كل ما جاء الليل تذكر الآخرة، لأن الآخرة كلها ليل، والشمس والقمر، وجمع الشمس والقمر، لا شمس ولا قمر، إلى غير ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل 3 مرات: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فهذا الدعاء سيحميك من الشيطان ويغفر الله لك ذنوبك به. فمعذرة للنساء من عدم فهم بعض الرجال لهذا الحديث، ناقصات عقل، فنقصهن بالنسبة لهن كمال، فهي في بين النساء كاملة، لكن مقارنتها مع الرجل هذه مقارنة من يريد يقارن السماء بالأرض. الأرض خلقها الله والسماء خلقها الله ولكل دور، وأن السماء أكبر من الأرض ليس ذلك دليل على فضلها، فالأرض أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولإنعامكم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم امددنا بأموال وبنين، ووفقنا لما تحب وترضى، واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة، والخير كله أوله وآخرة، ظاهره وباطنة، عاجله وآجلة، ما علمنا منه وما لم نعلم. تضاربوا بالعصي، وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، المهاجرين والأنصار يتضاربون، الحق النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار وأسرع، فوقف في خيمة في ابن أبي جالس مع ربعة المنافقين، بيقول لهم الجماعة تتضارب تقتتل ورا ما تحركوا. قال ابن أبي
حط يده على أنفه قال أسكمنا نتن حمارك، يعني حمارك اللي انت راكب عليه نتن، ريحة الحمار اللي انت عليه زكمتنا. يقصد من؟ حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد من الأنصار قال والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب منك. شوف الإيمان، اي والله ملعون. أيضا لما عاد بعد كلمته التي قال وصلت النبي صلى الله عليه وسلم لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز من الأذل، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الكلمة شاعت ذاعت وصلت، المهاجرون والأنصار ينتظروا ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الآن تهم أنه ذليل، وإذا ما أظهر العزة التهمة بتسري عليه، لكن العزة ليست بالأقوال ولا بالأفعال، عفوا العزة ليست بالأقوال لا أفعالا ولا أفعال، العزة بالأفعال. الفعل أصدق من القول. الجواب ما ترى لا ما تسمع. جاءوا الصحابة كل يعرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله دعني أضرب عنقه، لا، دعني أضرب عنقه، لا. تدري آخر من جاء من؟ ولده عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول. قال له يا رسول الله إذا أردت قتل والدي فأنا آتيك برأسه الساعة، أنا اللي أقتل، فإني أكره أن أرى قاتل والدي يمشي وأخشى أن أقتله فأقتل نفسا مؤمنة، لكن أنا أتولى قتل والدي. طيب شوف الموقف، شوف الجمال، شوف الأخلاق عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا، لن آمر أحدا بقتل والدك، ولن تتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. العرب ما يعرفون أنه منافق، العرب ما يعرفون ما في قلبه، فإذا قتلته سيقول الناس محمد يقتل أصحابه. لن يقول الناس ذلك، شوف الأخلاق، شوف الفهم، لن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. طيب عبد الله بن عبد الله بن أبي أراد أن ينتقم للنبي صلى الله عليه وسلم من أبيه، ماذا فعل؟ سبق إلى المدينة ووقف بباب الدخول، وصار نقطة تفتيش مسويها من؟ عبد الله بن عبد الله بن أبي. قال والله لا تدخل يا ابن أبي المدينة حتى تعلم من الأعز من الأذل، والله لو لم يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخول المدينة ما دخلتها. إيمان، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ولده من الصحابة وهو في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ظهر هذا النفاق ودخل النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلوا الصحابة المهاجرين والأنصار، وآخر من دخل عبد الله بن أبي، ذليل حقير، حتى يعلم حقيقة من العزيز لمن العزة. بعد ذلك فترة يموت ابن أبي، وابن أبي من أفعاله القبيحة ما فعل في غزوة أحد. غزوة أحد يعني غزوة خطيرة، قريش جاءت بكل ما تملك تريد تنتقم من غزوة بدر، من الصحابة وما حصل في غزوة بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جهز الجيش وخرج، وإذا بابن أبي يرجع بثلاثمائة فارس، يرجع من جيش النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أفعال كل واحد أقبح من الآخر. لما مات الملعون جاء عبد الله بن أبي والده، عبد الله بن عبد الله بن أبي، إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله مات والدي وأنت تعلم أنه من أهل النار، لكن نريدك أن تعطينا قميصك نكفنه فيه لعله أن يخفف الله عنه من العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله، هذا قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفنوا في عبد الله بن أبي. ما في أحد كفن في قميص النبي صلى الله عليه وسلم إلا رأس المنافقين عبد الله بن أبي الملعون، لكن كرم النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولما غسل وكفن جاء به ابنه وجاء به قومه ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر موجود، فلما قدموه هذا ابن أبي تفضل يا رسول الله صلي عليه، قام عمر بن الخطاب قام من مجلسه قال لا والله يا رسول
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أول بنات النبي صلى الله عليه وسلم خروجا معه في الدعوة إلى الله، كان إذا خرج للمسجد خرجت معه فاطمة بعده، وكانت فاطمة تقف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولما وضع سلى الجزور على ظهرها ماطته فاطمة، ولما وضع التراب على رأسه نفضته فاطمة وهي تبكي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت: أبكي على ما يصنع بك قومك. قال: إن الله عز وجل ناصر أباك على قومه. وفعلا نصر الله النبي وفتح له مكة فتحا مبينا، فدخلها عزيزا متواضعا رضي الله عنه وأرضاه. فاطمة الزهراء كمالها في دعوتها، وكمالها في تصديقها، وكمالها في كونها ما خالفت النبي صلى الله عليه وسلم قط في أي أمر أمر به. أوحى الله إليه بعد الهجرة في السنة الثانية منها أن يزوج فاطمة من علي، وفاطمة وعلي كانا بمنزلة الأخوين، كلاهما تربى في بيت خديجة، فعلي يعلم من فاطمة من الصغر، وفاطمة تعلم من هو علي، ولا يملك علي من الدنيا وقت زواجه بفاطمة إلا سيف أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم له، يسمى ذو الفقار، من سيوف داود عليه السلام، أو جلد شاة كان يصلي عليه. فلما جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج عليا بفاطمة، قال له: يا علي، إن الله أوحى إلي أن أزوجك فاطمة، فهل عندك ما تمهرها به؟ قال: نعم، لا أملك إلا سيفي وهذا الذي يصلي عليه. قال: أعطيها السيف واترك لك الفرش. فأخذ السيف وأعطي مهرا لفاطمة، هذا مهرها، وأما البيت الذي بيت العرس ليس فيه إلا جلد شاة، هذا الذي جاءت فاطمة ليلة عرسها إليه، وأما بيتها فكان عند بيت عائشة، بينها وبين حجرة عائشة نافذة يفتحها النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث الآخر من الليل ويقول لهما: ألا تصليان؟ فمعذرة للنساء من عدم فهم بعض الرجال لهذا الحديث ناقصات عقل، فنقصهن بالنسبة لهن كمال، فهي في بين النساء كاملة، لكن مقارنتها مع الرجل هذه مقارنة من يريد يقارن السماء بالأرض. الأرض خلقها الله والسماء خلقها الله ولكل دور، وأن السماء أكبر من الأرض ليس ذلك دليل على فضلها، فالأرض أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولإنعامكم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم امددنا بأموال وبنين، ووفقنا لما تحب وترضى، واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة، والخير كله أوله وآخرة، ظاهره وباطنة، عاجله وآجلة، ما علمنا منه وما لم نعلم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى 7 مرات: اللهم أنت خلقتني، وأنت تهديني، وأنت تطعمني وتسقيني، وأنت تميتني وأنت تحييني، وأنت على كل شيء قدير، لم يسأل شيئا إلا أعطاه الله إياه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن كثر همه وزاد حزنه فليقل: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك،
سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قالت عائشة رضي الله عنها: والله لو نزل في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتركوا الخمر لما تركوه، ولكن نزل قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. شفت كيف؟ إذن الآن أول شيء في تحريم الخمر والميسر هو المقارنة بين المصالح والمفاسد. إيش المصلحة في شرب الخمر؟ إيش المفسدة في شرب الخمر؟ إذن المفسدة كبيرة والمصلحة قليلة. عندما تسأل أي واحد من شراء الذين يشربون الخمر أو يأخذون مخدرات أو يأخذون أي شيء من هؤلاء المسكنات وهؤلاء المفترات، يقول لك أشعر وقتها بالعظمة، بالانتعاش، بزوال الهم لحظة، أغيب عن الدنيا، أرتاح. قد يغيب، يذهب عقله بالكلية، يرتاح من الهم. طيب هذه المصلحة. تعال للمفسدة. وقت ما يغيب عقلك قد تنطق بكلام لا تعقله يضرك، وقد تتصرف تصرف يضرك، وقد تتعرى وتظهر عورتك، وقد يحصل لك أمور لا تليق بعاقل. إذن إثمهما أكبر من نفعهما. فالضرر في العقل كالضرر في المال. في أحد يأخذ فلوسه ماله ويرميه، أي نقص في المال من غير وجه ما يرضاه الإنسان، كذلك أي نقص في العقل ما يرضاه الإنسان. وأنت حاجتك لعقلك أعظم من حاجتك لمالك. والخمر سمي خمرا من التخمير وهو التغطية والستر. طيب، هنا جاءت الآية الأولى لبيان عظمة الإثم فيه وأن المصلحة أقل من المفسدة. جاءت الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يا سلام، وقت الصلاة لا تشرب خمر. هذه الآية الثانية. فأصبح شرب الخمر محرم وقت الصلاة، أما في غير وقت الصلاة فيجوز. ثم جاءت الآية الثالثة: إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يا سلام، ربط لهم الخمر وشربها بالأنصاب وهي الأصنام. ما دمتم تركتم الأصنام وعبادة الأصنام اتركوا الخمر فهي أم الخبائث. عندها أهريقت الخمر في شوارع المدينة وكل الناس قالوا انتهينا. عائشة رضي الله عنها قالت: هذا التدرج من فيهما إثم كبير، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى في المرحلة الثانية، ورجس من عمل الشيطان في المرحلة الأخيرة، كان لا بد منه حتى يتخلى الناس عن هذا المنكر بالتدرج. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه يعلمهم عن الإيمان والصبر، فجأة توقف عن الحديث وأطرق رأسه إلى الأرض. رأى الصحابة عيني النبي تفيض بالدموع. اقترب أحد الصحابة منه وسأله برفق: ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ رفع النبي رأسه ونظر إلى أصحابه بحب وحنان، ثم قال بصوت متهدج: اشتقت لإخواني. تفاجأ الصحابة وقالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟
ابتسم النبي برفق ومسح دموعه وقال: أنتم أصحابي، أما إخواني فهم قوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني. هنا ارتفعت أصوات الصحابة بتكبير وتعجب، كيف يمكن للنبي أن يشتاق لأمة لم تولد بعد؟ ولكنه كان يحمل في قلبه حبا عظيما لأمته، حبا وصل إلى هؤلاء الذين لم يعرفوه ولم يروه،